دماغي ماما اطلع من الحركات دي يا ماما. انتي يعني شكلك كده كنتي بتسأليه هو بيحبني ولا لا، عشان يعني خايفة عليا مش كده؟ ما سألتوش يا بنتي ولا اتكلمت معاه. هو عارف من السوق، السوق كله، السوق كله عارف ان عبد الله فلس، عشان كده ابوكو سافر راح لاخوه في البلد ياخد منه مراسه، يمكن يقدر يحل ازمته دي، يمكن. يا دماغي وديني اوضتي. يعني ايه؟ يعني كل حاجه كل حاجه؟ يعني خلاص بقينا على الحديده ولا ازمه وهتعدي وخلاص؟ بت انت بالذات دونا عن اخواتك، مش عايزه اسمع اسمك خالص، مش عايزه اسمع صوتك، بتنشزي وحشه. امشي. والعمل يا ماما؟ امشي بره، العمل اسود ومنيل على دماغي يا بنت. امشي من خلقتي يا بنت. لازم اعرف برضه ايه اللي حصل. امشي يا ريتال. لما يجي ابوك يا اختي بقعدي معاه واساليه، اساليه، مش عايزه اسمع صوتك يا بنت. عبد الحكيم راسه ناشفه صح وجلبه جامد، بس والد حلال ومش هيسيبك، وانا عارف الكلام ده. انا ما اعرفش اعمل ايه يا عبد السلام. على اليمين انا لو لاقي سكه تانيه لا كنت اتكلمت في حاجه ولا طلبت حاجه. انت مالك بتتكلم كده كانك بتاخد حق مش حقك؟ ده مالك؟ ورثك عن ابوك، انت كنت سايبه بمزاجك، مش معنى ذلك ان انت مالكش فيه. انا قلت يعني طالما ربنا كرمني وفتحها عليا خلينا حبايب احسن، وإذا كانت الفلوس هتشيلنا من بعضينا بلاها الفلوس من أصله. بقول لك إيه؟ اجمد كده. أنا عايزك راجل من الآخر، ولازم تعرف إن أخوك يديك عينيه التنين، بس أهم حاجة تبعد العقرب اللي عايشة معاه ده. لا يا مروان. طب إيه قولك؟ أنا مش عاوزة أعيش معاك. أقول لك طلقني. البت دي عايزة قطع رقبات. يا أب سلام. البنات ما تجيش بالعافية. تجي بالراحة بالحنية. انت اتجننتي يا نادية؟ اتجننتي؟ بتبجحها فيا وبترفع حسك كمان؟ انا خلاص زهقت، ما عادش عندي طاقة قسما بالله. انت لو مكاني ما تتحمل دقيقة واحدة. امك صعبة قوي، واللي زاد وغطى الست فوزية وكنتسة شمس. بس عندك يا حبيبتي، يعني هي دلوقتي كويسه يا دكتور؟ تمام الحمد لله، بس الضغط عالي عليها شويه. هي مش المفروض بتاخد دواء ضغط؟ بتاخد الدواء. طيب انا كتبت لها الدواء ده كمان، ويا ريت تاخد الاثنين بانتظام ان شاء الله. بس انتوا يا ريت ما تزعلوهاش، هي شكلها كانت زعلانه من حاجه جامد قوي. ماشي يا دكتور. مروان تعال. كان بيقول لك ايه؟ بقول ايه يعني؟ يا أمة انت كان لازم تمسكي فيه عشان يبات عندنا. قلت له مرضيش، ومالك زعلان مني ليه؟ عمتك فوق، روح اسأله. تعال هنام. هتروح فين وتسيبنا المطينة دي؟ مطينة مين؟ نادي يا اخوي، قلت لك طلقها، ما تسمع كلامي، بدي دي فقرية وهي اللي فقراك. راح فين وما بتردش علي؟ شغل شغل يما، عندي شغل. سلام اخوي. واتخايب. والله والدي حلال. تعال اشرب معايا القهوة. اشرب معاك ايه؟ ما يصحش. هو ايه ما يصحش؟ ما يصحش دلوك. أنا عايزة أخلص معاك موضوع بتاعي، ومش هنام ولا يرتاح لي بال إلا لما انهي، ودي فرصة. تعال بس تعال. ما يصحش ما يصحش يا فريدة. هو إيه ما يصحش؟ اللي أكاده أنا أول مرة أشوف راجل بيتكسف. بيتكسف؟ أنا خايف عليكي، الناس هيقولوا إيه؟ خايف عليا من الناس؟ سيبك من الناس وحكاويها، الناس مش هتبطل كلام. المهم
قهوتك ايه؟ مفيش داعي. طب سكت عليك النبي، لا تتعشى معايا النهارده، ايه رايك يا ست فريده؟ ما يصحش يا ست فريده. ايه ست فريده؟ ست فريده دي بقول لك ايه، انا اسمي فريده. مش حال ان احنا طول العمر جيران، وانت كنت حبيب المرحوم الروح بالروح. الله يرحمه. انا عامله جوز حمام، انما ايه بيستاهلوا خشمك. اصلا انا كنت حاسه اني هفتانه وضعفانه كده، قلت اتجوت اهم من حظك ونصيبك. تعال بس تعال. بتعمل ايه؟ وجعت قلبي. عارفه لو امي ولا فوزيه شافتك هيعملوا فيك ايه؟ وطي حسك. تعالى تعالى تعالى. انت مش هتحرمي؟ لا مش هحرم. طب ايه رايك ان انا هقول لامي انك كنت بتصنطي عليها كده يا حسن؟ وانا اللي بقول عليك احسن واحد في البيت ده، وانت اللي ناصفني؟ فين جوزك؟ أنا عارفة، طلع. أنت مش خايفة يكون متجوز عليكي؟ يقدر يتجوز عليا. أخوك بيحبني بيموت فيا. المهم أنت كنت بتتصرمح فين؟ بتصرمح؟ ماشي يا نون، هسامحك بس عشان أنت طيبة وبنت حلال. بقول لك إيه؟ ديري بالك عشان أمي شايلاكي فوق نافوخة وزعجة، ولو شمت ريحة الجريبة من الباب هتولع فيكي. ليلتك سعيدة. تولع فيي؟ مطرح ما يسري يمري. بقول لك ايه، انا ممكن اعمل مشكله مع ابوك، بس بقول الطيب احسن. ما تزعلش مني، يعني فارد قوي واخد بباله ان اللي يقول عليه الناس تقول عليه امين، بس مش علي. انت ما تعرفيهوش، ده طيب قوي. طيب مش طيب دي حاجه بتاعته. بس انا عشان خاطرك انت ساكته، وقلت ننهي الحكايه دي ونحلها ودي. انا بقول نتكلم الصبح. هو في ايه مالك؟ زي ما يكون في حاجه بتقرصك وانت قاعد. مش للدرجه دي. ايوه كده، فكها واضحك، الدنيا مش مستاهله حاجه. شوف، انا مش زعلانه من الحج بيعمله، بس الحج حق. هو طلب وانا قلت لا. ما ينفعش يبقى خلاص ولا ايه؟ انت صح. طيب انا عايزك تقول له اني فريده مش واقفه قصادك ولا بتعاندك، بس انا يعني زي ما انت شايف ست وحدانيه، بصرف على نفسي وبعمل كل حاجه لنفسي. يعني زي ما بيقولوا كده، وليه محتاجه ليوقف جارها. معاك حق. الا بالحق، اخبار ناديه ايه؟ كويسه؟ هي مش ناويه تجيب لك عيل كده يملى عليكم البيت؟ ما تاخدها للحكي. الموضوع بتاعك هنتكلموا فيه الصبح. هتيجي تاني؟ هاجي. ولا تحب تجي لك انا؟ لا ما تتعبيش روحك. متشكرين على الحمام. عملت قهوة زينة؟ هو في حد في البلد كلها يعرف يعمل قهوة زيي؟ يوه، فيه مالك؟ انت شارب حاجة ولا ايه؟ لا شارب ايه؟ ده انا فايق وفايق قوي كمان. طب بعد عني عشان امشي. يا بنت الحلاوة دي، والله صرخ ولم عليك الناس. صرخ؟ انا عايز الناس كلها تعرف انك معايا هنا. يعني مش همك؟ مش هممني.
يا ست جمال انت مجنونه. انت اللي اتجننت وباين عليه خلاص مخك ضرب. طب لو قلت لك اني بحبك. بحبك؟ تحبيه؟ هو انت تعرف تحب؟ اعرف. ما اعرفش ليه. وهتحبني على ايه حسره؟ على مالي ولا على الحسب والنسب؟ على جمالك يا بت. يخرب بيتك على بيت حلاوتك. انت كنت هنا ليه؟ الصراحة يعني انا ما كنتش نازلة هنا ولا حاجة. انا كنت معزومة. كيف يعني؟ بصراحة بقى انا مش عارفة انت هتفكر فيها ازاي، بس انا مش متخيلة ان في حد كده محترم زيك الايام دي. بص بقى، انا مش عايزة اخسرك وكمان مش هكدب عليك. انا كنت معزومة مع ناس صحابي نقضي اليوم يعني، وبصراحة بقى اللي كان متكفل باليوم طلع رخم، طلباته اوفر. كيف يعني؟ اوفر يعني. فهمت. لعلمك انت، انا بحب اخرج اتفسح العب، انما ما اصحش زياده عن اللزوم. ايه هو انا تقيله قوي على قلبك للدرجه دي؟ عامه انا متشكره قوي واسفه مره تانية. احنا لسه ما تعرفناش على بعض. انت بتشتغلي؟ لا. امال عايشه منين؟ اهو بقى. لا لازم تشتغلي. ايوه عشان ما تحتاجيش لحد، هو ده الصح. انت عايشه مع مين؟ مع جدتي. مع جدتك؟ فين؟ في مصر الجديده. مصر الجديده؟ مصر الجديده. لعلمك بقى انا من عيله كبيره وكبيره قوي كمان، بس هو يعني الزمن. ايوه مصر الجديده. وبعدها لك يا كريم، لوسيه دي اللي تزعلك وتخليك تعملي في نفسك ده، طز في الفلوس. انا مش زعلانه على الفلوس يا عبد الله، انا خايفه لا نتبهدل على اخر الزمن. ان شاء الله ما نتبهدلش، وربك يستر. ولعلمك انا اقدر اقف واشتغل زي الاول واحسن كمان. عارفه، بس طمني وقول لي ناوي تعمل ايه. والله يا كريم لحد دلوقتي ما في حاجه في دماغي، انما الحاجه اللي انا متاكد منها ان ربك ان شاء الله هيعدلها. احنا ياما مر علينا وعدينا الحمد لله. ربنا كريم. طب والبنات يا عبد الله؟ البنات هيحصل لهم ايه؟ البنات حال. ابو سيدك يا كريم ما تشيلنيش هم فوق همي. انا كل طلب منك انك تاخد بالك من نفسك، وان شاء الله الحكايه هتبقى زين. ان شاء الله. قول لي عملت ايه مع عبد الحكيم؟ وقابلك ازاي؟ عبد الحكيم ما كانش موجود هناك. نعم يا اخويا، نعم يا سي عبد الله، يعني ايه ما كانش هناك؟ تلاقيه قابلك مقابله زي الزفت، والعقربه مراته اديت لك كلمتين سم في جنابك وهي واقفه جنبه، صح ولا انا غلطانه؟ على اليمين ما كان هناك يا كريم. الوحيد اللي كان هناك مروان ولد، والحقيقه الواد قابلني مقابله كويسه قوي. صدق يا عبد الله، عيلتكوا دي كلها ما فيهاش غير مروان. حقيقه هو واد ابن حلال. انت عارف ان الواد ده كان نفسه يخلص كل حاجه وانا هناك، بس يعمل ايه؟ الحكايه كلها في يد عبد الحكيم. كنت فين يا اللي تشك في قلبك؟ روحت. وتروحي كيف قبل ما تخلص اللي قلت لك عليه؟ كنت تعبانه. اعمل ايه يعني؟ اموت نفسي؟ بترد عليا كلمه بكلمتين يا بت؟ وعزة جلالة الله كنت هموت يا ست جبرية، وانا يعني جبل شغلي ليل ونهار. روح روح يا مقصة، سابي معاكي بعدين. امشي عدل يا بت. اهلا يا ديك البرابر. ابتدينا على الصبح. خير يا ست الكل؟ تعالى انا جاي اهو. كنت فين يا قمر؟ قمر؟ ايه ده كله؟ ايه الرضا ده؟ ما انت مستحلي روحك، والراجل اللي مستحلي روحه ده مالهش عازة، وانت اسم الله عليك نص النهار تقعد لي قدام المرايه زي البنات، والنص التاني بتتصرمح في الشوارع. انا زي البنات يا حاجة؟
الله يسامحك. طب لعلمك محدش هينصف العيلة دي غيري. بقى مرتي. طب ايه قولك ان العيلة دي عن بكرة ابيها لم تأتي برجل مثلي؟ ها؟ ولا تلف الصدور علي، قولي كلام افهم. كنت فين؟ كنت بتفسح. فين؟ هتفرق في ايه يا ست الكل؟ ريحي دماغك مني. اقولك نادية مالها؟ شفتها طالعة فوق السطح، باين لها طالعة الفراجات اللي فوق. تكلم جد؟ وعزة وجلال الله جد. ابوها طين. راح فين يما؟ يما اسكت، مش حملك يما. ايوه ايوه. مروان اهلا اهلا، تفضل تفضل. اهلا بالناس الزينه، تفضل. يا مليون خطوة عزيزة، اتفضل يا سي عبد الحكيم، الوكل كله جاهز اللي انت بتحبه. اتفضل يا اخويا. اتفضل 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 يا ساتر. يا اهلا يا اهلا. دردارك تعبناك يا كريمة. اتعبك راحة. يا سلام. اتفضل. ايه اللي خلاك تجي لغاية هنا وتخبط على بابي؟ وانا كمان لازم اعرف. أهل البلد كلهم فاكرين مروان مثل الجبل ما بيتهزش، فاكرين مروان ما عندوش مشاكل، مروان بيدل العصا السحرية، الكل بياجي يشكي همومه ومحدش عارف اللي جواي. أنا أقول لك نادية، أنت قلبك مش جايبك، مش عايز تسيبها، مش عايز تخليها تحس إنك تخليت عنها، وبنفس الوقت يا حبة عين عايز تخلف. أنت عشان راجل صح، مش عايزها تتكسر قدام أمك وأبوك، عايزها تفضل كبيرة قدامه. وقلبك واكلك محتار تعمل إيه، وهو ده اللي مخليني هموت عليه. انت من الرجال اللي تحط الست في عينك وتكفل وتثبت عليها. انا مش عايزاك تسيب نادية ولا عايزاك تدي حياتك. اقول لك من الاخر كده، اللي انت عايزه انا هعمل. مش لما اعرف انا عايز ايه، انا عامل زي الارض المهجوره الكل طمعان بيه. لا تسكن بيها لا ملايكة ولا شياطين. أقول لك من الآخر، أنت زي أبوك بس على أهدى شوي. أبوك بيحب كل حاجة تبقى ماشية بالطريقة اللي هو عايزها، ما بيحبش حد يغلطه ولا يمسك عليه غلط، وأنت زيه ماشي على الصراط المستقيم. أنا مش قصدي إنك ملاك يعني، أنا قصدي إنك حابب الدنيا، حابب تعيشها، حابب تبسط نفسك، بس بالصح وانا معك. كل الوكل اللي بتحبه عامله لك اهو. يلا سمو. تسلم يدك. ايوه كده، مش جيتك حسستنا ان احنا لينا اهل. مشاغل والله يا كريمه. حد ينشغل عن اهله برضه؟ طب قولي الكلام ده لجوزك والبناتك، انت اللي قطعت العتب من زمان. والله عندك حق، غصب عننا معلش. وشمس ازيها يا عم؟ بخير يا بنتي. ومروان وحسن عاملين ايه يا عم؟ مروان زين زين. قولي ونادية عاملة ايه مع مروان؟ انا عارفاها اصلها بنتي شقية كده وطاقة شوية حبتين. لا والله كويسة وبنت حلال. طب والله كويس انها طلعت بنت حلال اصلها. كريمة مية قدامك اهو. وعمتي ليه مش بتيجي تزورنا يا عم؟ ده كلام برضه. جرى ايه؟ هو الكبير هو اللي يزور الصغير ولا الصغير هو اللي يجي للكبير؟ ولا عندك حق. لا في دي عندك حق بصراحه.
احنا هنقضيه حديد وليه. كل امال كل اخوي. ايوه بقى حمداره احنا بناكل اهو. ساكت ليه؟ كلمتني وقلت لازم اجي لك واديني جيت. خير؟ والله ما اعرف اقول لك ايه. قول. محتاج فلوس. بس كده من العندي قبل العندي. جد؟ تتكلم بجد يا عم حكي؟ جرى ايه يا عبد الله؟ جرى ايه؟ بقى يبقى معاي. وانت محتاج وانا اقول لا؟ تجننت يا عبد الله ولا ايه؟ والله ريحت قلبي. تعرف تبان عليك ابيض. يعني معقول علشان الخلافات اللي بيننا اديك ظهري؟ لا انت ايه ما عدتش مننا ولا ايه؟ عايز كام؟ يعني الحكايه كبيره شويه. يا سيدي قول عايز كام؟ 10 مليون جنيه. بسيطة بس يعني ما تأخذنيش. يعني انت عايز المبلغ الكبير ده ليه؟ انا بس عايز اطمن عليك. يعني ازمة وهتعدي ان شاء الله. ازمة كيف يعني؟ يعني جات وجهة كبيرة شوية على شيكات وقروض للبنوك ومبالغ كبيرة. جواب حكيم. كيف تعمل في نفسك كده؟ كنت داخل شغلانه افتكرت انها تعديني البر تاني خالص. بس تقول ايه؟ الطمع. هو الطمع. طمعت فخسرت. اكذب عليك واقول لك لا؟ خلاص ولا يهمك. انا حبعت المحاسب اللي عندي عشان يشوف طلباتك ويخلص الموضوع. ونزوم وين معاش؟ الحكاية نخلص أنا وأنت؟ خلص إيه؟ مش فيها حاجات داخلة وطالعة ولازم يبقى في ورق؟ ورق؟ ورق إيه؟ شو يا عبد الله؟ أنت هتستلف مني فلوس من غير ورق؟ أستلف؟ أظن أنا مش غلطان. أنا بقول لك أهو خد الفلوس اللي انت عايزها بس تبقى دين عليك. يعني كده انا مش غلطان؟ يا سلام. ده انت مش غلطان؟ والله انا قلت اللي عندي. اذا كنت انت شايف اني غلطان قول. ماما ايه تعمل ايه؟ بطل نط. عاجبك الكلام اللي جوه ده؟ عمال يدي لابوكي في المنقه يا خيار. انا داخله اديله في جنيه. استني بس ايدينا. ايه اللي حصل؟ الواطي عمك بيقول لابوكي لو انت عايز فلوس قال ايه يروح يستلفها منه. يا ستي مالناش دعوه سيبيهم هم يصفوا مالناش دخل. انت هبله يا بنت ولا عبيطه؟ يعني ايه مالناش دعوه ومالناش دخل؟ مش ورث ابوكي ومش فلوسكم. يا ماما ارجوكي ما تحرجيش بابا قدامه. انا واثقه ان هو يتصرف. اهدي بس شويه. مين ده اللي يتصرف؟ ابوكي؟ ابوكي ده لا بيحل ولا بيربط. لا بيحل ولا بيربط. يا ماما بقى يا حكيم انا عايز ورث ابوي. ورث مين؟ ابوي. لا انا مش هرد عليك عشان ما تحصلش بينا مشكله. وزي ما قلت لك المحاسب موجود هبعته لك. انا عايز المحاسب بس عايزك انت كمان وياه عشان نتحاسب. تحاسب على ايه؟ على كل حاجه. كل حاجة ليه؟ عشان مش فاهم. شوف يا حكيم أخوي الحاج عبد الجواد اللي هو أبويا وأبوك الله يرحمه لما مات ساب حاجات كتير. ساب أرض وبيت وتجارة وعربيات وفلوس كتير تسد عين الشمس. صحيح أنا اتغضب عليا وسبت البيت ومشيت بس ده مش معناه إني ماليش حاجة. شوف والله دي مسألة بينك وبين أبوك مش بينك وبيني.
وانا ما رضيتش اقول لك عشان خاطر ما خلكش تحس ان ابوك مات وهو غضبان عليك. مش فاهمك. ابوك باع لي كل حاجه. ايه؟ باع لك كل حاجه؟ وانت بقى ان شاء الله عبد الحكيم جبت منين الفلوس اللي اشتريت بها كل حاجه دي؟ بس مهم جبتها منين، المهم انه حصل. سيبك من الكلام ده، انت مش جاي تسالني دلوقتي. معنى كده انك بتخونني يا عبد الله، وانا مش معقول اقف جنبك وانت بتخونني. شوف يا عبد الله، اذا كنت عايز الفلوس انا ما قدرتش اقول لك لا، بس الاول لازم اضمن الفلوس دي هترجع متى وكيف. ايوه لازم اضمن حقي. اللي انت طالبه ده مش مبلغ صغير، مش ألف ولا ألفين، دول 10 مليون جنيه. بقي الحكاية كده يا حكيم، ما تجيش إلا كده. سبحانك يا رب. تيجي لك يا عبد الله تحاسبني كنت فين، ها؟ وأنا عمال أشتغل وأشيل وأحط وأكبر وأعلي. جاي دلوقتي ده إيه؟ عشان تاخد كل حاجة جاهز. حلو سنك يا حكيم. هو انا قلت لك مش حلو جنبك، حلو بجنبك، بس انت اللي مش عاجبك كلامي. كلامك مش عاجبه يا عبد الحكيم، ولا عاجبني انا كمان. وده ايه بقى ان شاء الله؟ كريمة اطلع فوق. مش طالعة، مش طالعة. انت ما بتشحتش منه، ده حقنا وحقنا ده كتير قوي. عارفينه بالورقه والقلم يا سي عبد الحكيم، واللي كان زمان بجنيه دلوقتي بألف جنيه. قولي ان انت اللي ورا الحكايه دي. خلاص يا كريم الموضوع انتهى. لا ما انتهاش لسه. قولي قولي، عايز اسمع كل اللي عندك. خلاص يا عبد الحكيم انا مش عايز حاجه. يعني ايه مش عايز حاجه؟ واحنا بنشحت منه؟ ده حقنا يا عبد الله، حقنا يا اخويا. الله، ولا انت عايز تضيع حقنا؟ من زمان وانا بقول لك كده، ما كنتش حابه تقف الوقفه اللي انتوا واقفينها دي. طبعا يا طلق بنت، ما تكملش يا عبد الله، ما تكملش. انا همشي بس خليك فاكر من زمان وانا بقول لك، يعني انا صح وانت اللي غلط. منورنا يا سي عبد الحكيم. كريم احسها بقى عالي علينا يا عبد الله، وانت السبب. خلاص يا حكيم. لا ما خلاص، ولازم اقول لك على كل حاجه. ابوك كان غضبان عليك، عارف ليه؟ عشان كنت عايز تبيع الارض وتشتري في مصر عشان تقعد مع الهانم. ده مش صح يا حكيم. صح ولا مش صح؟ هو ده اللي حصل، عشان كده طلعت من ذمته. ابوك كان غضبان عليك عشان اللي انت عملته. كنت عايز تقعد مع الهانم وبعت ابوك، خليتك تخسر القريب والبعيد. ولعلمك يا عبد الله، لو اكون مصدق ان انا صدقتك لما قلت انك خسرت فلوسك وانك محتاج، لا انت عملت الشويتين دول عشان تاخد الفلوس. عيب يا عبد الله، عيب يا اخويا. ولا يهمك. اقول لك انا يا بابا رايي بعد كل اللي حصل ده، احنا لازم نرجع احسن من الاول 100 مره، ولازم الدنيا كلها تعرف ان احنا هنرجع تاني ملوك السوق. وعمي ده لازم يفهم ان كل فلوسه دي ولا ليها اي لازمه يا بابا، ولازم يعرف ان هو لو كان مد ايده كان بقى هو الكسبان. بتفكر في ايه يعني؟ فينا مثلا؟ ايه يا بابا؟
فاكرنا بقى هنقعد نعيط ونصوت عشان شويه فلوس؟ لا، انت تبقى غلطان ومش عارف انت مخلف مين ولا ربيتنا ازاي. انا عارف، عارف يا بنتي، بس ما عايزكوش تتعبوا. مين قال ان احنا مش هنتعب؟ مين قال اصلا ان الدنيا دي فيها راحه؟ هقول لك على حاجه بابا، اللي حصل ده لحد دلوقتي كده زي الفل، لو جت على شويه فلوس في 60 ده يا سيدي، المهم ان انت وسطينا. هقول لك على حاجه بقى، انا من بكره هنزل معاك المكتب، عايزين نقعد انا وانت كده نظبط الامور كلها ونشوف هنعمل ايه. انت نسيت انا بنجيره ولا ايه؟ يعني اعرف اظبط كل حاجه كده واستفها كويس. مش عايزك تشيل هم، الدنيا كلها بتحبك وكل الناس هتقف جنبك، انت بس اللي مكبر المواضيع. يا بنتي ما مكبرهاش والله، بس انا كان غرضي انكم ما تتبهدلوش. حبيبي نتبهدل ده لو احنا ضعاف، بس خد بالك احنا جامدين وناشفين قوي، انت بس باين عليك انك مش واخد بالك انك مخلف رجاله. سيبك انت بقى من شويه الشعر والمكياج والحاجات دي، انا ادخن شنب في البنك بيترعش كده قدامي. شيلش هم حبيبتي. ربنا يخليك. يخليك لينا يا حبيبي. انا بقول البلد منور عليه، الكبير وصل الحمد لله على السلامه يا ابوي. الله يسلمك مروه، ازيك يا ولدي؟ الحمد لله. عرفت ان عمي جه؟ اه. عرفت عايز ايه كمان؟ يا عرفت. قول لي يا ابوي هتعمل ايه؟ مالكش صالح باللي بيني وبين اخوي. يا ابوي عمي محتاج، لازم نساعده، وده هيقربكم من بعض. للدرجه دي بتحب عمك؟ ايوه بحبه يا ابوي. طب شوف بقى اللي هقول لك عليه، عشان تعرف ان ابوك عمره ما كان ندل مع عمك، وإن عملت له كل حاجة هو عايزها. عمك هو السبب في موت جدك. أيوة، جدك اللي كان عايز يشيل عين من عينيه ويديها لعبد الله عشان يبقى مبسوط. اتجوز كريمة، خدته عشان يعيشوا في مصر، قال له بلاش يا ولدي اقعد معانا، لكن هو سابنا، قال له لو مشيت مش هتعاود تاني، ومشي. دي حكايه قديمه قوي يا ابوي. احنا عباره عن ايام بتعدي، واللي بتعمله في حياتك هو اللي بيبقى لك. يا ابوي انا بقول لك عمي محتاج ولازم نقف جنبه، لازم نقف جنبه يا ابوي. قال لك انه صادق؟ انا متاكد انه مش كذاب. حتى لو ما كانش كذاب، تاخد بالك هو جه متى؟ خبط على الباب ميته، ما حس انه محتاج، ما حس انه وجع وعايزنا، ما جاش عشان يسال ولا يطمن. واحنا كمان لا كنا بنسال عليهم ولا مفكرين فيهم كمان، حتى لما كنت اتدلى مصر وافوت عليه احس عيونه عايزه تتكلم، بتتمنى انك ترفع سماعه التليفون عليه وتقول له تعال، ده اخوك يا ابوي. ما جاش ندمان على اللي حصل، على موت جدك. انت طيب يا مروان، هقول لك حاجه حكمه واعرفها، اللي يصعب عليك يفقدك، فاهم؟ ايه صعبان عليك عبد الله قوي؟ طلع لي سد الحنك فوق. اتكلم يا عبد الله، ليهم حق ولا مالهمش؟ ليهم كتير، البنات ليهم حق، قاعد عمو ليهم بيوت وارض وتجاره ومال مالوش حد. بس انا مش حاجه فوق دم اخويا في المحكمه، مش حاجه في المحكمه واقول للقاضي اخويا مش عايز يديني حقي ويوكلوا علي، مش حاجه في اخويا في المحكمه حتى لو حمود من جوع. يا كريم انت حر في نفسك، تموت من جوع، تمد ايدك تقول لله تشهد، بس مش حر يا عبد الله في حق بناتك دول ومالهم. يا ناس يا ناس، مالي وانا حر فيه؟ لا يا بابا مش حر فيه، وده مش مالك لوحدك، ده مالنا كلنا. يعني لو حضرتك هتتنازل عنه فاحنا مش هنتنازل عنه يا بابا، ولو ماما واخواتي هيتنازلوا عنه فانا عن نفسي مش هتنازل عنه يا بابا، وحقي وهاخده يعني هاخده.
ها ما ترد، ما تقول حاجة. فاكر لما كنت بقولك يا عبد الله انت بتهنا وبتجرحنا لما تسيب حقنا؟ وهو جبرية هي وولادها بيتمتعوا وبيتمرمغوا في العز وفي الفلوس في عز الأزمة اللي احنا فيها. ناس نفوخة هينفجر، مش عايز اسمع حاجة. لا يا عبد الله لازم تسمعني. خلاص يا ماما أرجوكي كفاية. لا مش كفاية، اوعي ايدي. لازم يسمعني. انا ريقي نشف معايا. يا ما قلت له روح يا عبد الله طالب بحقك بمراسك، اقف لاخوك ما تخافش منه، ما تعملوش حساب زي ما هو ما بيعملكش حساب. اقف وري له كرامتك، وري له ان انت قد وقدود وليك عنده حق، وعارف ان انت خلاص يا كريم خلاص. تحزن ايه؟ حزن نقف لاخوك، حزن انك تلبط. مش هيحصل يا كريم، مش هقف لاخوي، مش هيحصل حد. بابا 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 عبد الله بابا عبد الله بابا بابا انت كويس بابا؟ طب الدكتور عبد الله عبد الله بابا عبد الله بابا عبد الله أخوك في زنجة عبد الحكيم، ولازم تقف جنبه. يعني أديهم أهلنا هم لأبويا، تاخد البنات ببعته شمال ويمين، في الآخر كل واحدة فيهم تتجوز واحد ملوش عازة ياخد اللي وراها واللي قدامها. خير يا دكتور. ايه يا دكتور؟ لازم اتنين للمستشفى حالا، دي جلطة. جلطة؟ ايه؟ جلطة؟ جلطة؟ أنا السبب، أنا السبب، أنا السبب. أنا كنت حاسة إن كنت عارفة.